فرصة نادرة جداً. أخذت فصل حجي الصينية في تايلاند. المعلم هو جانغ تشوشيوم، وهو مقيم في تايلاند، تعود جذور أجداده إلى الصين. قال إنه خليفة الجيل السادس لأسلوب يام من فن تايجي القتالي. جذبت سمعته العديد من الطلاب التايلانديين، ويتمسك معظمهم بتعليماته من أجل الفوائد الجسدية والروحية التي يجدونها في تايجي. أساعدهم على إيجاد التوازن. لا يمكن العمل طوال الوقت دون الراحة، ولا يمكن الراحة دائما دون العمل. هذا هو الانسجام، ويجب أن نحافظ على توازن جيد. في فصل دراسي آخر تدفقت ألحان آلة كوجان صينية. كانت المعلمة ليان عازفة منفردة في كوجان، جاءت إلى بانكوك للعزف والتدريس في تسعينات القرن العشرين. في عام 2000 أخذت على عاتقها تعليم طالبة رفيع المستوى، وهي الأميرة التايلاندية جولاب هون. عندما جئت إلى هنا، رغم أن جوجان كانت الآلة الصينية الأكثر شعبية، إلا أنها لم تكن معروفة بين الشعب التايلاندي. أعتقد أن الترويج الحقيقي لها بدأ عندما تعلمت الأميرة التايلاندية تشولاب هورن آلة جوجان. رأى الجمهور في الأخبار أن الأميرة تدربت عليها، وكانوا يعرفون الأغنية التي عزفتها. هذا جعلهم على دراية كاملة بهذه الآلة. في المركز الثقافي الصيني في بانكوك يمكن للطلاب التايلانديين أيضاً تعلم اللغة الصينية والخط والرسم الصيني التقليدي. تم إطلاق المركز في نوفمبر 2012، وكان أول مركز ثقافي للصين في جنوب شرق آسيا. ألبس هذه الثياب التقليدية الصينية لزيارة المركز، والطلاب التايلانديون هنا ليسوا مندهشين مما ارتديه. في الواقع تحصل اللغة الصينية بالشعبية كبيرة في تايلاند. لا داعي أن تتحدث باللغة التايلاندية أو الإنجليزية للسفر داخل البلد. يمكن لمعظم السكان المحليين وخاصة الشباب التحدث بثلاث لغات بطلاقة. My school teach three or four language. My family was yeah 是海南人。然后我们的家就说中文在这里。中泰两国呢地缘相近啊。الصين وتايلاند قريبتان جغرافيا ومتصلتان ثقافيا. كانت هناك تبادلات بشرية بين البلدين على الأرجح منذ 700 إلى 1000 عام. يقال إن مليون تايلاندي يدرسون اللغة الصينية في تايلاند. تظهر البيانات الرسمية أن هناك 17 معهداً من معاهد كونفوشيوس في تايلاند. في مرحلة ما كان هناك أكثر من 2000 معلم ومتطوع صيني يقومون بتدريس دورات الثقافة الصينية. أثناء تجولي في الشوارع والمواقع السياحية في بانكوك، شعرت كأنني بين أهلي وسط بيئة ترحيبية للشعب الصيني. هو نتيجة لتعزيز التعليم والسياحة عبر الثقافات بين البلدين. إنه أيضاً انعكاس واضح لبلد مستعد لفهم الصين حقاً.